مرحبا بك. لاباس خويا؟ والله نحمدو وعيش. شو تعمل؟ نخدم عندي حانوت خضرة وغلة. شنو اللي تغير في خدمتك قبل الثورة وبعد الثورة؟ مش قبل الثورة، حتى في الثورة معناها صعبت الحكاية شوية، الأمور معناها القدرة الشرائية نتاع المواطن زادت، معناها طلعت، أصبح المواطن ما عادش تو، معناها تو أنا تو نخدم ونواكب تو نمشي للسوق، ويعني معناها الغلة بالمقارنة مع 5-6 سنين فاتوا معناها طلع سومها بدرجة كبيرة. علاش ارتفعت هكا الأسعار؟ يقولوا معناها قلة المواد المائية، لأن فهمني تعرف العوام هذه الكل مطر معناها مش قاعدة تصب. هذا معناها عنصر، هما يحبوا يتركزوا على عنصر هذايا، لكن هو عنصر من العناصر، من برشا عناصر أخرى. حتى معناها الوضع السياسي معناها في العشر سنين اللي فاتت، معناها هو معناها المفروض من 2011 وانت جاينا، المفروض كان الوضع يمشي وينفرج، لكن صار العكس. معناها صار العكس، لانه معناها التونسيين، ونحكي على الاقل في تونس لان نعيش في تونس، معناها الوضع السياسي معناها المفروض ما تغير فيه شيء من عهد بن علي، معناها تغيروا دايروا اشخاص، معناها النظام السياسي قاعد هو بيدو، والناس مشى في بالهم معناها الشخوص هما معناها السبب، لكن في الحقيقه هو القوانين والنظام هذا هو سبب الاساسي والاصل. الاداره والدوله العميقه كل معناها الواحد معناها هو السبب الرئيسي. الناس معناها كانت معناها هذا، ونحن معناها كان تلاحظ معناها تغيروا معناها 8 ولا 10 حكومات، لكن ما تغيرش حتى شيء. شوف انت ما تغير شيء. انت اللي تبيع في الخضره. الحريات بمعنى الحريات معناها رجع معناها وبدات معناها تمشي معناها فما ثنيا في قمع الحريات من الاول جديد. انت تاجر وانت اللي تبيع في الخضره والغل، انت تحكي هكا على الاسعار. نتصورك في برشا احيانا شريت الخضره ارخص لكن بعتها ما اغلى. لا مش صحيح. تو معناها سيف، تو انت تعرف مثلا وقت طماطم وفلفل وبصل وبطاطا، تو معناها بطبيعه الحال معناها الاسواق ما رخيصه لانه وقتها معناها في وقتها، لكن انت كان تجي تشوف معناها يوفى وقتها شويه تدخل معناها في الخريف، ساعه البطاطا زيد مده اخرى تتفقد وتولي معناها في المارشي الكرو تاخوها يحتمل تجعل عليها تعطي عليها معناها واحد. كيف الطماطم والفلفل تو معناها في وسط الخريف وانت ماشي للشتاء توصوهم يطلعوا ويتفقدوا، فهمني؟ هل فما ناس تشرط عليك تجي تشري كميه معينه من الخضره لا تو ما فماش، تو في المرشي معناها متوفره، تو ما قلت لك سيف، تو معناها المفروض فما حاجات اساسيه كيف الطماطم والفلفل والبطاطا والبصل هذوما موجودين لانهم هما تو الحصاد نتاعهم، فهمني؟ شو نقول لك حاجه، مشكل كبير سنا دلاع، فما ناس مرضت، بوليميك كبير. من الناس ما لاحظتش الدلاع انا ناكل فيه، حتى اني فهمني الدار نهز لهم واحد ما فماش. ما نعرفش هذه امور فيسبوك، يمكن حالات انا ما عاينتش، على الاقل في الحي اللي نسكن فيه ما فماش واحد قال لي راني مرض من الدلاع. لكن مع الناس طبيعه الناس تخاف. في بعض الجهات فما ناس مرضت، فما ناس شرب كلات الدلاع وردت. يمكن فهمني فما حاجات معناها زادوها وكذا، لكن انا ما عاينتش. المنطقي انه يقولوا الدلاع شربوه ما خايب، ما بتاع بطاريات وكذا، هل هو تعرف اكيد كمنطق هل نجموا نصدقوا الحكايه ذي؟ شو بصراحه تو انا قلت لك على الاقل في السكتير اللي نعيش فيه انا منوبه، برشا ناس يبيع في الدلاع، ما لاحظتش انا الدلاع تو نشوف فيه. هو راه في كل وقت راه تلقى دلاع، حتى في الواحد تلقى دلاع، يطلبوا كيف تلقى دلاع باهي وتلقى دلاع واحد، تو معناها يركزوا على حاله، لكن في الاغلبيه اون جينيرال الدلاع تو قاعد الناس تشري لاباس. برغم تحس حمله زعما؟ فما يمكن حمل، يمكن. فما ناس هبطت تتصاور اللي هي في سبيطار، فما ناس هبطت تتصاور بتاع الدلاع. خاطر ما ريتش انا باش معناها انا واحد من الناس ما عينتش حاجه اللي هي معناها شفتها وكذا، انا اللي معناها كيف الناس هذا سمعته معناها في الفيسبوك وكذا، انا ما كعينت حاجه هكا معاينه هكا ما معناها ما شفتش. نحكي معاك على فازة الكرموس، علاش الكرموس غالي لهالدرجة؟ الكرموس توا غالي لأنه مازال ما تنساش توا الكمية اللي موجودة في السوق معناها مش كمية كبيرة. نحن وقتاش نحكموا على الكرموس 10 أيام جمعتين أخرى. كي تيح بالضبط معناها تيح معناها نتاع الشيرات هذيا نتاعنا طبربة وتيح نتاع الجبة بيجة وبعد يخلط عليهم نتاع كسرة، وقت اللي تعبى السوق بالكرموس وقت نولوا نحكموا عليه، لكن طبيعة توا هو مازال كي بدا معناها
السوق ما تلقاش فيه كرموس برشا. طب يعني كويل صارت قويله، علاش التو ما طاب هو؟ لا هو الكرموس بدايه اوت، من بدايه اوت يبدا الهجمه نتاعو. شوفها مبالغ فيها الحكايه الاسوام. طبيعي يبدا شويه معناها عشرة مو 15000، وهي انت هاك تشوف الخوخ السنه، الخوخ السنه بسعره الحاكم معناها تدخل الدوله باش ما يتباعش اكثر من 6000، الخوخ بوطبقاي معناها غاليه الاسعار، العنب كيف 5000 و6000 بالمقارنه مع عوام فارته، معناها فما ارتفاع كبير في الاسعار. هل انت من البيعه اللي تحمل انه المواطن يجي يشري يختار؟ يختار، الناس الكل تختار. خلي الناس تختار. طبيعي مش هدفع فلوس وزيد غالي لازم يختار. خاطر باش يختار لازم تكون السلعه نظيفه. لازم نظيفه، انا واحد من الناس كي نمشي نشري سلعه نظيفه. ومن حقه المواطن، لانه يعني انت تو تدخل له تحط له كيلو عنب ب 7000 يلزموا ياخذوا به. فما باعه نشوفوها ولاحظناها اكثر من مره يحط من لوطه سلعه خامجه ومن فوق يزينها، كي تجي تقول له كيكه بلفتك ويحط هذه حتى في الخضره، مش في الغله بالك، حتى في الخضره نعانوا منها، حتى في الخضره موجوده فهمني، وهذه حتى معناها ديننا الحنيف معناها يحرم المساله هذه، فيها حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، معناها الرسول في 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 حديث في روايه الشعير حط ايده من اللوطه بده الشعير من الدي، فقال له علاش ما تحطش هذي من فوق فهمني، فنحن موجوده الظاهره عملوا فيها اي تو موجوده في المارشي. تو انا كي ناخذ جاج وبطاطا فيه 30 كيلو وقال شيء خرج منه 5 كيلو مش باهين فهمني. اخر كنترول جاك وقتاش؟ اخر كنترول قلت البارح قبل الفيشت اخر كنترول التجاره جاتني، جا وانا عندي عمي في الحانوت وانا كنت في المارشي ونسيت ما خليتليش الكيتونسيت، روحت انا عارق باش نصب وسط الماء، قالوا له كيتونسيت فهمني، قال لهم راهو ولد خويا روح من المارشي مشى توجي، عملوا له مخالفه، هو مش عملوا له مخالفه على الكيتونسيت، اما عملوا له مخالفه على الباسكوله، لانه الباسكوله ما يحبوش البساكل هذوك، ما يحبوا الباسكوله مطبوعه. وانت عدلك مخالفه وانت ورقتك حاضره، كي تهزها لهم ترجعوا له كيتونسيت، هو قال لي مش مشكله صدقنيك عندك كيتونسيت، لكن البساكل هذوك هما بدبيعتهم عليهم ديما حملات، البساكل هذوك ما متعشين موجودين يتباعوا ليه، هم يحبوا الباسكوله تشريها وتبدا مطبوعه كالنوع الغالي فهمني، انا اللي عندي وتو ديجا هم الكل الناس كل يخدموا بالبساكل هذوكم تاع الشنوا فهمني، قال لك يلزم ليه الباسكوله هذيك ممنوع. علاش خليت لهم الفضوه هذه انت؟ علاش ما خذيتش الباسكوله وتكون موزونه ومرهبه؟ غاليين هذوما البساكل اللي يبيعوا فيهم تقريبا المليون هذوما. الفرق لك من مليون؟ اي غالي. الاخرى الاخرى تو تخدم ب 120 130 الف. فرق كبير. فرق كبير، واحد تو تصور باش يصور انت باش يشري باسكوله ب 800 و 900 دينار. اما الوزنه كيف كيف؟ الوزنه بالضبط كيف كيف. اما هو شنو هو؟ لانه السلعه ذيك جابتها الدوله وماخذ عليها فهمني واحد، والاخرى معناها سلعه فهمني ماك تعرف سوق السوداء يعني، فهذاك علاش هي مش مساله، راهو يوزنوا الكل كيف كيف هم. يرحم والديك انت.